من منا لا يعرف القشابية، هذا اللباس التقليدي الذي لا تكاد ولاية تخلو منه. قصة أم هاني مع استعمال هذه الآلة التقليدية المعروفة بالمنسج، والتي تبدع من خلالها في نسيج أغلى لباس في العالم، أين يتفاوت سعر القشابية كل حسب نوعيتها. عندنا لوبر نزجو جمل ونقسلوه ونقوه ونثنثروه ونمربحوه ونقزلوه ونسدوه ونبدأ وننجو فيه، كي يتقزل نقزلوه في المقزل، ومن هاي نسدوه وكل سعيتي نيروه ونطوه، فيه تعب كبير 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 جدا. كاين القشبية اللي تصفى زوج ملايين وسبعمية ستمية، كاين القشبية اللي تصفى ربعة، كاين خمسة، كاين ستة، حتى انت الحق ومشتركة انت على السقير قاع المخيلي للسقير انت تصفى 15 مليون. القشبية عندنا انواع، كاين المتوسط، الطبقة المتوسطة، كاين الغنية، كاين الفقير قاع، معنا كاين انواع. والقشبية كاين تبدا من الاسوام، كاين اللي قالي قاع كاين 20 25 حتى 30 وسط حتى 30، وكاين تاع 10 5 4 ونص على حسب الفئات طبقات الدخل الشهري لهم. انتعاش بيع القشبية هذه الأيام، والذي تزامن مع برودة الطقس، أضحى لباسا لفئات مختلفة من المجتمع باعتباره رقم واحد في مقاومة البرد القارس. وإنسان بسيط عنده من 4 و 200 4 و 300 القشيشي الله يبارك، عندنا شتاء عقبوه دلال. وحكم المنطقة تاعنا ولاية الجلفة خاصة باردة جدا باردة جدا جدا، القشابية وما تحميش من البرودة الموجودة في منطقة الجلفة. منطقة هذه باردة، لكن هي القشابة هذه هي تقليدية وتكسي من القدم تاع الإنسان حتى الراس الفوق تاع الإنسان، حاجة نظيفة زينة تقليدية تكسي الإنسان على جميع العيوب. ويبقى لباس القشابية هيبة ووقار لدى الرجل النيلي الذي يحميه من برودة الشتاء، فهو سلاح الجزائريين ضد البرد، والذي يجمع بين الفقراء والأثرياء في عز موجة تساقط الثلوج بمختلف ولايات الوطن.